كيعقد اليوم مؤتمر إقليمي برحمنا، إقليم رحمنا، وهو حدث سعيد بالنسبة لنا في حزب التقدم المشتركية، حيث التقت مجموعة من الإرادات والطاقات النضالية الشابة، نساء ورجال، مع إرادة حزب التقدم المشتركية في أن نقوي، خاصة بعد النتائج الانتخابات الأخيرة التي كانت متميزة بالنسبة للحزب برحمنا، أننا نقوي الحضور التنظيمي ديال حزب التقدم المشتركية في أفق كذلك انعقاد المؤتمر الوطني 11 اللي غيكون ديال الحزب، اللي غيكون في نوفمبر المقبل. هذه عملية أساسية بالنسبة لنا. تلاحظون نحن خارج أي فترة انتخابية، بل عاد خرجنا من انتخابات هذه الشهور. هكذا هو حزب التقدم المشتركية، حزب يشتغل ليل نهار، يستمر دائما في الاشتغال ويسعى إلى تقوية هياكله باش يكون قريب من الناس في همومهم. اليوم الشعب المغربي في مختلف الأقاليم، منها الإقليم ديال رحمنا كيعانيوا من غلاء المعيشة، من ارتفاع المهول ديال الأسعار، من الوضع ديال الجفاف، ندرة المياه، ربما أن عدد من الأقاليم من نهار رحمنا يمكن يتعرضوا حتى للتزويد بالماء الصالح للشرب، مشاكل عديدة تعاني منها الساكنة المغربية اليوم. وتلاحظون بأنما هادو مناضلين، البعض منهم منتخبين، البعض منهم فاعلين في الساحة الجمعوية، اليوم كيديروا يدهم مع يد حزب التقدم المشتركية باش نقوي العمل النضالي المشترك، دفاعا عن المستضعفين في قضاياهم، دفاعا عن قضايا الديمقراطية، الحرية، العدالة الاجتماعية في بلادنا. وهي طاقة شابة أساسا التي يعول عليها بالنسبة للمستقبل في عمل يصالح الساكنة مع السياسة ومع العمل السياسي، وحزب التقدم المشتركية يتشرف بذلك اليوم.